السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا استاذ. هذا الفاتورة عاد احنا سددنا الكهرباء يا استاذ. كهرباء ايش هذا؟ هذا روشتة، هذا العلاج. ليش علاج؟ اها، وليش بالانجليزي هكذا؟ ما مش عربي؟ كيف مترجم؟ هذا اسماء الادوية هكذا اسمها. عارف بس يعني من باب الدعابة فقط. اخي مش وقت ال ايوه حاضر عيوني. يعني هذا العلاج ها؟ هذا بن البن يا استاذ. بن ايش هذا؟ بنادول. بنادول بتقراه بن. فاهم فاهم، بس يعني من باب يعني اشياء. انت جاي من مرض ذا يا شيخ، خلي يعني مزح. مش وقت المزاح يا الله. مش شن مزوح. حاضر حاضر يعني بنادول. بنادول حاضر. بنادول من عيوني. الثانيه ايوه هذا فول. فول ما قد صبحت ولا كيف؟ فول ايش؟ صلي على يا اخي. هذا فول تاري. نقرا قرا. انت الدكتور متاكد؟ دكتور يا اخي شوف، ما مش واضح اني دكتور ولا كيف. هذا فول تارين. فاهم فاهم. فول تارين خلص. بنادول فول تارين فاهم. خليك يعني انت يعني هذا الثاني. السلام سكريم اللوزتين يا استاذ. سكريم ايش؟ سكريم ايش هذا؟ سبرين. سبرين بتقرا عند انا متاكد انك انت الدكتور. لا ايوه يا استاذ. فان درست يا اخي هذا سبرين. صلي على رسول الله. قال سكريم. لا حسبي الله ونعم الوكيل. من الدكترة آخر زمن. خيف أنا بس من باب أنت تعرف ملائكة الرحمة. أنا أخوك واحد منهم. ذكر. يعني حبيت يعني بس من باب الله. ها الله يبارك فيك. أيوه. دكتور جاهز. ها. قد خترتهم. قد مخدر جاهز. شوف بس أنا معي الآن عملية. ها. استئصال. استئصال كبد. خاطرك انت فك العمليه. لا لا لا. ويفك عمليه كبد. خلاص خذ لك من شويه من الكبد ومن الفخذ وشكله قد وصبوحك المريض هذا.